هاي كيفكن؟ أنا مايا from Playing With Fashion، واليوم الفيديو رح يكون كيف نعمل هيدول الكيرلز. بس إذا حابين تتعرفوا أكثر تابعونا. الغراض أو الأدوات اللي بحاجة لإلهم نحنا هن أول شيء الكيرلينج واند. الكيرلينج واند اللي رح نستعمله هو الواحد إنش ونص، لأنه ما بدنا إياه يكون كتير رفيع لأنه بيطلع الكيرلز كتير هيك واضحين. نحن بدنا هون شوي اوسع، هلا فرجيكم كيف رح نستعمله. كمان نحن بحاجه لتو برودكتس اللي هو الهيت بروتكتنت لحمايه الشعر من الحراره، وبحاجه للسبراي لانه تنثبتهم يطلعوا بالاخير حلوين ويداينوا اكثر، واكيد يعني هن الاشياء البيسكس فرشيه الشعر والكليبس لنشيلهم ونقدر نعمل كل اريا لحالها. رح نبلش. اول شيء الشعر بده يكون ماليس، هلا ما ضروري تكونوا عاملينه ليس او شيء ثاني، هلا اكيد اذا انتم شعركم كثير كيرلي بده ينعمل له ليس. رح نعمل مثل بارتس، رح نبلش شوي شوي من تحت. سو رح شيل الطبقة الفوقانية، رح نبلش اول شيء بالشعر من تحت. مين اللي رح ناخد خصل يلي هي منا مثل بعضها، يعني ممكن تاخدوا شقفة صغيرة اول شيء، ممكن ترجعوا تاخدوا شقفة اكبر. الطريقة يلي رح نستعملها هي ما رح نبلش من الاول، رح نبلش عن الطرف ومنترك شوي تحت فراغ ونعمله بس لكة واحدة، نتركها تقريبا شي 10 ثواني ومنرجع منفلتها. اوكي نرجع مننزلها ومنشدها كرمال ما تطلع الكيرل كتير عريضة وهيك لكلكة على بعضها، وهيك منكفي الباقي. اوكي كل ما نخلص ميلة نعطيها شوية سبراي بس كرمال ما يوقع الكيرلز. هلا رح نعمل نفس الشيء على الميلة التانية. هلا على الميلة التانية شوي بدكم تقلبوا ايدكم in a different way كيف ترتاحوا، بس تكون نفس الطريقة. ودايما حاولوا انه لكوا الكيرل لبرات وشكم مش لجوا، مش للوجه، لبرا. كمان 10 ثواني نفس الطريقة، بس تطلع الكيرل ما تنسوا تشدوا ولا تحت. بس خلصنا اللاير التحتانية رح نرجع ناخد another layer من الشعر. دايما احسن تشتغلوا شوي شوي تيطلع هوموجينيوس وما يطلعوا انه بالاخير تبقوا في شعر مش ملكوكين. سو نفس الشيء بندوب لفوق. اوكي هيدول بتحطوا عليهم شوية هيت بروتكتنت ومنبلش بنفس الشيء. وصلنا لللاير الأخيرة، هون بدكم تنتبهوا شوي ليضلون مش طالعين لفوق، سو بدكم تشوفوا انتم من وين الكيرلز بدهم يبلشوا. سو أنا عادة ببلشهم من هون، يعني بعتبر باخذ يس دينتي لفوق شوي ولتحت، سو هيك بيطلعوا شوي ناتشرال، ما بيطلع شعركم منكوش، بيطلعوا لايك ا فيري ناتشرال ويف. سو رح نبلش، وحاولوا دايما اللي حوالين وشكم يكونوا ارفع واصغر. وهيك خلصنا الهير توتوريال. مثل ما شفتوا الكيرل شوي ناتشرال، بتحسوها مثل بيتشي ويف، ما فيها كثير يعني مانا واضحه كثير الكيرل، يعني انا هيك بحب لانه بيطلع هيك طوال وما بيطلع عاليين كثير. سو اذا حابين تعرفوا اكثر عن الهير وعن الميك اب ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للوليا شانل، وكمان ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لماي اون شانل، كمان بصور هونيك فيديوز ثانيه ممكن تحبوها. ما تنسوا تعملوا لايك وما تنسوا تكتبوا كومنتس، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.